مين؟ ما بحياتك تصدق مرة وانت عارف انه قلبها رح يكون مع حدا تاني. مرة اذا بتحب حدا بتضحي بحياتها تتخلص له حياته. بعرف انه هالحكي بيجرحك شوي نظرا للظروف الشخصية اللي كانت تربطك بهالبنت بالذات، بس هالشي ما بيمنع انه ما كان مفروض تضعف قدامها وتصدقها على صحة السلامة. مش مهم اذا انا بصدقها او لا، المهم انه هي مصرة على افادتها ومستعدة تروح فيها على المحكمة. ايه بس بهالوقت كان فيك تخليه بالحبس لإجا وقت محاكمته، وما بتعرف يمكن البنت وعي ضميرها وغيرت افادتها وخبرت الحقيقة، بس هلا تركتهم هو وياها يرجعوا لبعضهم. مين بيعرف يمكن بكره يتجوزوا، ساعتها ما بقى تغير رأيها لأنه صارت مرته. فهمت علي؟ تخلى عنا أكثر من 6 أشهر وبقيت تحبه، وقبل عرسنا بجمعة واحدة أول ما حسيته بخطر خربت الدنيا كلها وراحت وقفت حده. صدقني عميد، لو تركته بالحبس كانت رح تضل عنده، وكانت رح تشغل الدنيا كلها وتجيب له أحسن محامي لحتى تثبت براءته، وكانت ضلت رايحة جاية لعنده على الحبس. مادام عارف هيك عشو رأيك انت تتجوزها؟ على كل حال انا اعطيته خبر لاستاذ جلال انه نحن كمشنا القاتل، فما في داعي انك تحرجنا قدامه للزلمه. فاذا انت مقتنع انه هن المجرمين المضبوطين لاقيهم بسرعه. واضح؟ صار. الحمد لله مرقت على السلامة. والبيبي؟ والبيبي كمان الحمد لله. ألو؟ إيه رشا؟ لك يا آيا وينك؟ ليش ما عم تردي؟ شغلتينا بين عليكي؟ آيا بعرف بعرف، جربت تقلته حبس ما حدا رد. اه والله انا حكيتها من شوي، ما بعرف بلكي عندها شيء. انت شو بكي شيء؟ لا ما في شيء، بس هيك بس من امبارح طارق ما خليني لا اتنفس ولا رد على ولا تليفون. طيب انت شو عامله؟ امك هي عندي وبدها تحكي معك. طيب يلا اوكي اعطيني اياها. الو 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 آيا، قبل ما تحكي ولا كلمه اسمعيني للاخر وبعدين بتجاوبيني. انا بحب طارق وبدي اتجوزه، وبدي اتجوزه بسرعه كمان، وما عبالي اتجوزه وانت ما تكوني موافقه او راضيه على عرسنا. ماما انا بعتذر على الاحراج وعلى الخبصه اللي سببت لك اياهم بسبب وسيم والعرس كمان، بس لو جوزته ما كنت رح كون مبسوطة، وأنا بعرف إنه أنت ما بتقبلي إنه أتجوز رجال وما كون مبسوطة معه. وسيم شاب كتير منيح، بس لا هو إلي ولا أنا إله. طارق هو حب حياتي، هو الشخص الوحيد يلي أنا بدي أعيش معه وكفي مستقبلي معه وحياتي كلها معه. ماما بشرفك أعطيني فرصة وتعرفي عليه، وما تحكم عليه من وراء إشاعات العالم وحكيهم لأنه كله غلط. أنا بعرف مين بحب، مش ممكن حب رجال ما بيسوى. إلك ثقة فيه ولا لا؟ بلا. يعني بتتعرف عليه بعقل واسع ومفتوح؟ إنه بعد كل هالمحاضرة اللي قلتي لي إياها شو بدك قولي يعني؟ ماشي أوكي، يعني منيجي لعندك هلأ؟ هلأ؟ لك إيه ماما هلأ؟ ما قلتلك بدنا نتجوز بسرعة. طيب أمري لالله. مرسي ماما، مرسي 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 مرسي. طنط ما فهمت شي شو قالي.
لك شو في قلقتيني؟ كرامات سيدنا. ايه سيدنا روبرت عالم الدين. شو بها؟ انتحرت. لقوها عشان حالة مشرشف. تركي هيدا الدفتر حدا. يا اهلا وسهلا. اهلين. اهلا فيكي مدام. ماما طارق. ايه ماما تعرفنا على بعضنا. صحيح تعرفنا على بعض بس كانت الظروف صعبه شوي. ما انتبهت انه اما لاي اجمل منا. اسمح الله عليك. كل احترامي وتقديري مدام. تفضلوا رح فوت اعمل قهوه. كيف تاخذ قهوتك معلم استاذ طارق؟ الله يخليك يا اسمي طارق. مرة بدي اعزمك. اهلا. تفضلوا تفضلوا على الصالون. شكرا. ما في عزاء. ملفوفة؟ معقول؟ يجيب لي شيء سوارة، جوز حلق، يا عمي جاكيتا بيمشي الحال، والله شيء طلع أحلى، شوكولاتة. أرجيلي. الله يرحمها اكيد ارتاحت. بتقول هيك بتريح لي ضميري يعني؟ اكيد لا، بس مين بيعرف هالمعطره قد ايه كانت عم بتعاني وعم بتصارع حالها من اخواتها. دخلك قررت امتى الدفن؟ فوت نحكي جوا يلا. لا 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 سوري داني مش قادر فوت وما لاقيها جوا. اجوب عم تبكي؟ لا. طب تعال نحكي فوق. يا اهلا وسهلا نورتنا. اهلا فيكي. ما خبرتوني وين كنتوا ساكنين قبل ما تجوا لهون؟ كنا ساكنين ببيروت بعين الرمان، حتى مثال رصاص. عم تمزحي معي؟ لا ليه؟ ما انا كنت ساكن هونيك. ايه؟ وين؟ بأي بناية؟ ببناية ناصر حنان، وين في صيدلية فوق؟ هيدي البناية اللي ما فيها اسانسير؟ وبعدها لهلا؟ ما نحن كنا هونيك، كنا بالطابق الخامس. ايه؟ انا كنت مستأجر بالثالث. الثالث الثالث، يعني محل بيت غانم؟ ما بعرف، بس كان في زلمة بالسادس بعرفه أبو ربيع يمكن. جي ابو ربيع بعده عايش؟ معلوم ابو ربيع اسم الله عليه دق على الخشب، بنت رايحه بنت جاي كل يوم. لا حرام عليك خليني اوضح لك، هيدا استاذ جامعي على الدقيقة بيطلعوا لعنده تيستشيروه بمواضيع. بمزح معك يا اسلمت. يعني اكيد بتعرف سعيد فرحات والفيرا مونس بالاول والثاني. لا والله ما بعرف، بس كان في عسكري بالجيش بالسادس بعدين. عسكري بالجيش بيروح وبيجي ما بيحكي مع حدا، ما تعرفت عليه، مثل الشبح. على اساس انت كنت فاتح بيتك للبوكر والكاتورز. ليش وجه هالوش حياتي انا؟ انا كنت عم بشتغل وضب مصاري، ولا كيف كنت طلبت ايدك؟ طارق انت بتأرجل؟ لا الأرجيلي مو ضرر انا بدخن. ذكرتيني. تفضل، ناولي امي. تعالي شو شكرا. طيب عن اسمكم. لوين ماما؟ بدي فوت جدد الفحمه قطعت. ما بدك نحكي على العرس؟ انت شو بدك؟ آية بتفضل نعمل عرس صغير هيك بسبب الظروف اللي احنا فيها. انت هيك بدك؟ ايه ماما انا هيك بدي. وامتى يعني بدكم تتجوزوا؟ عالسريع يعني ماكسيموم اخر الجمعة. وليه هالقد بسرعة؟ إنه ما عنا شيء، اثنيناتنا حاضرين، ليش بدنا ننطر؟ أنت عندك مانع ماما؟ لا يا أمي، بالنهاية هيدي حياتك وأنت حرة فيها. يلا رح جدد الفحمة وراجعة. لك ليش أنا محظوظ بحياتي أنا؟
الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. شو صار بالبيبي؟ ما تعطلي عم، ما بو شي الحمد لله. ليه هربتي مني؟ وانت ليش كنت جاي عند اهلي؟ كنت بدك تعطيني ورقة طلاق؟ كيف فيك تبعتهم مع المحامي يعني لشو تعذبت وجيت؟ لا ما كان جايب لك ورقة طلاق. شو كان بدك لكن؟ ورقة طلاق ما مضيته. والفحص ما عملته. ليش؟ الجواب البسيط هو لأنه بحبك. بس حتى هيدي الكلمة ما لها طعمة إذا ما بوثق فيك. إذا ماني واثق إنك بتحبيني وقد ايه بتحبيني، لو ماني واثق إنه البيبي مني أنا، شو له طعم الحب؟ حكي بالهوى. أنا بعرف إنه اللي بيناتنا مش حكي بالهوى. صح؟ شو أقولك أنت؟ ليه هربت لك؟ كنت خايفانة تجي وتسلم لي ورقة طلاق. ما كنت رح أقدر أتحمل. بدي ضل معك. بدي انتبه عمارتي وابني. وبوعدك إنه ما بقى نعمل هيك. بتسامحيني؟ بحبك. بحبك مروان. شو يعني؟ ما رح تجي تنامي عندي بقى ليوم العرس؟ ليك ما بقى فيك تنطر كم ليلة؟ لا ما فيي انطر. اوكي بكره بطلع وبنقل كل اغراضي. عظيم. وبتنامي عندي. هلا صار بدك تنيمني على الصوفة وعلى اساس بيوجعك ظهرك؟ لك كله فدا حبك يا ست دايا. الو؟ ايه رشا؟ ايه في خبرتين. أول وحدة ضحى وقعت بالبناية على الدرج عن بيت أهلها ويحيى بالمستشفى. عن جد عم تحكي؟ بهالشي يعني؟ لا الحمد لله. لا هي ولا البيبي ومروان عندها كمان. الحمد لله. تصالحوا يعني؟ هيئتهم هيك. وتاني خبرية روبرتا مرته لداني انتحرت. نعم؟ شوفي. شيء من بهالدفتر ممكن يفيدنا؟ أفكارها لروبرتا مشربكين مثل راسها. على أساس بتكون مبلشة بموضوع، بتبلش تستطرد وبتروح على موضوع تاني، بتنسى الموضوع الأولاني وبتبطل تفهم عليها. آخر شيء بتطلع مش فاهمين شيء. يعني شوف مثلاً هيدي. عم تحكي عن نعمة. صديق المحرومين هي بتسميه، تمام؟ شوف شو بتقله. يا نعمة يا صديق المحرومين. يا رافض الرزيلة يا حامل مساكين، حامل القرف بإيد وبالإيد التانية هالسكين، وراكد بتلبي طلبات رب العالمين، أنت وخيك عبد الله إيدك اليمين، وعن بجنب بهالفجل نازلين، والبندورة مهترية من ميلة اليمين، واللقوز أكل السردين، والبغل تجوز السعيدين، والمرأة عملت لك كمين، والبنت كفت العشر سنين، والولاد بعدهم شحادين، والصبايا صاروا حلوين، والغيوم بالسما عشرين، والهوى سرعته تسعين، والملك أمير المؤمنين، والصبي كفى العشر سنين، وأمه كفت الأربعين، وجوزة عندهم حبين، ومثله كلهم حلوين، واللوز فرخ بتشرين، وهيك
بتكفي على شي صفحتين. اقول لك حكيم نفساني اذا قرا هالشي ممكن يفهم. هن بالمبدا بيعرفوا اكثر منا بكثير شو بدور براس المجنين. شو رايك؟ معقوله. خير ماما، شو صاير معك؟ ماشي ماما، تفركشت على الدرج يومين ثلاثه وبصير منيحه ما تعتلهم. الحمد لله. وانت شو عم تعمل هون؟ ماما. شو ماما؟ ما تكون رجعتي له ضحى. انا ومروان مش الحال. كيف يعني مش الحال؟ حكينا واتفقنا وخلص مش الحال. اه هيك مش الحال؟ اول ما بيرجع لك وبيبس لك ايدك بتسمحيه وبتقولي لي مش الحال؟ بكي شي بعقليتك انت؟ ناسي شو عامل فيكي؟ روقي خلص، ما بدها هالقد. روق؟ ما رح روق، مش على ذوقك. ليكي ضحى، يكون بعلمك إذا بعد بزعلك مرة وبتيجي بكينة لعنا، رح كبك على الطريق، نامي على الطريق أشرف لك. أنا ماني فتحت له لجوزك أوتيل، حتى كل ما يزعل يطمن بينه إنه رايحة عند أهلها، هالمرة رح كبك على الطريق ونامي على الطريق، وإذا بعد بتيجي بكينة رح أقول لك كلمتين، لا عندك أهل ولا عندك بيت، افهمي وانضربي أنت وياه. بيتنا ما بقى اتركه الا ميت. اوكي؟ بس ماشي الحال. بكره بس تظهري بالسلامة وتصيري منيحة، بروح عند اهلك بحكي معهم شوي. قطعت الحياه. مش رح فل الا ما تكون امك رضيانة. اوكي؟ إذا ذبحتني تجوزي حدا تاني. فوت يا حبيبي. شو صار؟ تركته. خبرتي عنا؟ ما تخاف. ماني خايف ولا أنا، بطلت خايفة منه. ما سمعته؟ ده الساعة هلا؟ 6:30. خليكي أنا بفتح. مين طارق؟ Thank you.
سيدنا اتصلت دوازيل آية جلول وقال بدها تحكي مع حضرتك. رح اقول لك اياها. آية معك. ايه آية في شي؟ ايه رجعت دينا. دينا بنت ولا طارق؟ ايه عايشة؟ عايشة. مين جايبها؟ ما منعرف. دق الباب بكير فتحنا ما لقينا حدا، بس لقينا كيس جنفاس أبيض. بالأول فكرنا إنه البنت وينها هلأ؟ أحيي قاعدة مع بي عم ترتاح برا. ما تدقوا بشي، تركوا كل شي مثل ما هو، كيس الجنفايس، ثيابها، كل شي. أوكي أنا واصل. بابا خفت علي؟ ما بتعرفي قديش يا حبيبي. ما تخاف حبيبي. تقلبي يا بابا. تلفنت للبوليس جايين بعد شوي. آية شو حبيبي؟ خليكي معها شوي لزبط للصوفة جوا تنام. لحق يا بابا، رح فوت أنا زبط لنومتها وانت خليك معها هلا. حبيبتي انت بابا. شو يا عيوني؟ تجوزتو؟ لا تجوز. تفضل. صباح الخير. صباح النور. زعتر. جبت لك منقوشة زعتر، بعرفك بتحبي الزعتر. منقوشة. ايه ميرسي. تفضل فوت، عمي قهوة، اشرب معي. ايه؟ ايه. تفضل تفضل. انا رفضت جبت لك فنجان. ان شاء الله ما عاد عزبك المتاد. لا ابدا ميرسي. ومرتاحة بالبيت هون؟ ايه اكيد. آية وامها حدي على طول، وانت كمان حدي. شو ما عزتي ما تعوفيني، انا حدك. أنا بعتذر. لا أبداً ما صار شي. أصلاً أنا رح أشلح الأسود على عرس آية. لازم. بعدك صبية. بعدك رح تجي نهار السبت على الحفلة؟ إيه أكيد، بس بعد في حفلة؟ إيه بعدها.
آية نهار الأحد عرسة وقبل بنهار عاملة احتفال هيك صغير، وبنفس الوقت بنحتفل بتخرجي. هي مرنا عازمة كتير عالم يعني، بس نحنا. عزمتك شي؟ لا والله. طب بتحب تجي؟ معك؟ أنا بعتذر إذا حاج تعتذر يا سلمان، أنت ما عملت شي غلط. لو بتعرفي قديش بتحبني؟ بعرف إنه ما رح تحبيني مثل طلال، بس أكيد اتصلت فيني وما بتنفري مني. لا أبداً مش هيك، بالعكس. أنا كلني إلك، ما في شي بفرحني قد ما أني أهتم فيك. انتبه عليك وضلني حدك. كصديق أو كرجال؟ أنت شو بدك؟ لا، بدك تقلي انت شو بدك على المزبوط، لا اعرف جاوبك بكل صراحة. قد الشيل اوكي، يعني موافقة؟ موافقة. أنا أسعد إنسان على الأرض. لا لا شو، على القمر، على المريخ، على الكوكب كله. بدك نحتفل بالمنقوشه بزعتر؟ نعمل شاي بسكر بسكر. وين البنت؟ يا حن جوا، هلا بعيط لهم. تفضلوا ارتاحوا اذا بدكم. جوعانه شي؟ بعمل لك شي تاكلي؟ لا مش جوعانه، تروقتي اليوم عن بكره. وين تروقتي؟ بالبيت. اي بيت؟ وسيم برا ناطركم. حبيبي الضابط برا، رح اطلع احكي انا وياه شوي. وبده يحكي مع دينا كمان. هلا؟ بس ما عندك مانع. طيب حياتي شو رأيك نطلع نحكي أنا وياك وآية وتخبرينا شوية أخبار؟ أنا رح أسبقكم. حبيبي إذا مش عبالك فيكي ما تخبري شي. يلا جايين، بتحبوا تشربوا شي قهوة؟ لا ميرسي. حكيت شي؟ عرفتوا شي من البنت؟ ما صار لي اقعد معها بعد، احيل مع بيا. مرحبا رائد، الحمد لله على سلامتها. الله يسلمك، تفضل.
بونجور دينا. انت الضابط؟ انا الضابط، بس انت ما تخافي مني، هاي البدله اللي لبسها مثل كوستيوم المدرسه تبعك، نفس الشيء. انا ما بروح على المدرسه. ليه ما بتحبي المدرسه؟ مش انا، هن. شو اسمهم هن بتتذكري؟ كانوا اثنين؟ ضربوكي؟ عملوا لك شيء؟ بس كانوا يعيطوا علي بس ما ادرس. مين كان يعيط عليكي؟ ما بتعرفي شو اسمه حبيبتي؟ لا، كان قال عيط له عمو. والثاني؟ زيت الشيء. شو كنتوا تعملوا كل النهار؟ تقعدوا بالبيت سوا؟ لا، كان يبقى واحد معي بالبيت والثاني يظهر على الشغل. شو كانوا يشتغلوا بتعرفي؟ لا. طيب شي مرة شفتي حدا غيرهم بالبيت؟ يعني مثلا كان يجي حدا يعمل لهم زيارة؟ يمكن، بس أنا ما كنت شوفي، أنا كنت نام تحت. بالأبو؟ ما بعرف، تحت. يعني بس كان يجي حدا يزورهم ينزلوكي على الأوضة لتحت؟ إيه، ويقفلوا الباب ويسكروا لي تمي ويربطوني. ولا مرة عملوا لك شيء؟ بس مرة واحدة. مرة واحدة شو؟ فلتت. جربتي تهربي؟ ما فين أهرب، الباب مقفل. شو عملتي لكان؟ جربت اتنقوز بس ما قدرت تشوف شيء. طيب سمعتي شيء؟ ايه. شو سمعتي؟ صوت حدا بتعرفيه؟ مين؟ مين؟ مين حبيبتي، بنت أو صبي؟ بنت. طيب عرفتي صوتها؟ ايه. مين هي؟ ماما. انت أكيدة؟ ايه. طب كيف عرفتي انه هي ماما؟ يعني قالت عني في السيكة. ما سمعتي شو حكيوا هني والماما؟ لا، ناسيني بابا. يلا حبيبي ما تنفوت. اوكي، ما في مشكلة، خليها ترتاح، بس لازم بعد شوي نرجع نحكي معها، لأنه بجوز تتذكر اشياء تساعدنا نلاقيهم. شو بدك تعرف بعد؟ ما قالت لك امها عم تحكي مع الخاطفين كانت. طيب، بس الأهم هلا انه نلاقي الخاطفين. الأهم إنه بنتي ترتاح. طيب ماشي. كان معها تياب أو أي شيء تاني؟ لا، ولا شيء. طيب إذا عرفتوا شيء جديد بتخبرونا؟ شيء أكيد. مع السلامة. شافوا عبد الله خير في البيت. وين؟ على الدوار هلا شافوه طالع بالسياره بلا نمرس وبالقلبه. خلينا نبعث سياره ثانيه مشطوا المنطقه وركبوا حاجز على اول الطلعه. حاضر. دخلك داني الحاج مش على اساس تقال من السلك؟ بلا، بس اليوم اخر نهار خدمه له. ايه ماما. ايه ماما، ويني؟ على اساس بدك تنامي بالمستشفى عن ضحى؟ بلا، بس دق لي طارق على بكره وخبرني عن بنته، ودقينا للدرك. مين يعني؟ وسيم؟ ايه، اجى سالها كم سؤال وهلا من شوي فل. ايه، وحكيتي معه انت؟ شوي. اي ساعه جاي على البيت؟ هلا بعد شوي. طيب يا حبيبتي، أنا ناطرتك. أوكي ماما، باي. ولك آخ عليك يا آية، شغلطي حدا بيفلت من إيده رائد بالدرك اللبناني كرمال واحد معمرجي. لك يلا نضل نحكي. جيل اليوم وعقلات جيل اليوم، إلى الحب إيه، بلا حب بلا بلوط بلا حكي. Thank you.
ما قبلت تنام بالأوضة الجديدة اللي بدها تنام على الصوفة القديمة. والله مش عم صدق، حاسس حالي بعدني بحلم. وأحلى حلم كمان. عم فكر روح جيب لها تياب جديد، ما عندها شي تلبسه بقى. بدك أنا أخذها بكرة؟ سألتها، قال بتفضل أخذها أنا. طيب. مش عم صدق. مش عم صدق، معقول كون سلبه وراء هالخبرية؟ معقول في مرة بتعمل ببنتها هيك لحتى تستفيد عطارة؟ لك شو هالإنسان اللي بلا رحمة ولا شفقة؟ مش عم صدق. ولا ما بعرف، بس بكرة بنعرف الحقيقة من الدرك بس يلقطوا هول اتنين إن شاء الله. بابا شو يا عمري؟ طيب أنا لازم أمشي. ميرسي كتير على كل شيء آية. برجع بشوفك إن شاء الله.